الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله المحمود بصفات التنزيه والكمال نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين كما قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلاء والآفات والقحط والطاعون والأمراض اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين آمين يا مجيب السائلين اذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله